السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما لوحة عن القطط وصل سعرها 820,000 دولار، ولما دولة مثل أذربيجان بتحط صورة قطة على طابعها البريدي، ولما قطة بتروح سعرها بين 800 إلى 5,000 دولار، فإحنا بنحكي عن نوع مميز من القطط وهو الشيرازي. في حلقتنا هاي راح نحكي عن صفاته، كيف نهتم بصحته وتربيته، طرق العناية فيه وبشعره، وعن شكله وتاريخه. بهاي الحلقة راح نحكي كثير عن الشيرازي، وراح تكون الحلقة طويلة، لهيك بدكم تجيبوا فنجان القهوة ندردش سوا عن القط الشيرازي. هل كنت أول مرة بتدخلوا لقناتنا وتحضروا من فيديوهاتنا، فبحب أعرفكم بنفسي. أنا ملاذ جرداد، طبيب بيطري، وبهتم كثير بموضوع القطط والحيوانات الأليفة بشكل عام. في هاي القناة بنشرح كثير عن تربية القطط، كيف نفهم عليهم، عن مشاكلهم الصحية، وكيف نهتم فيهم، وكيف نعالج مشاكلهم. فإذا كنتم مهتمين بتربية القطط والعناية فيهم، هاي القناة عملت لكم، اشتركوا فيها. اليوم رح نحكي عن القط الشيرازي. القط الشيرازي أسلافه وأصله أجا من خراسان من إيران، لما بيترو ديلا فيلي أخذ قط من إيران لإيطاليا سنة 1920. بنفس السنة ديبريسك أخذ القط الأنجورا التركي من الإمبراطورية العثمانية وأخذه كمان لفرنسا. من هناك كانت بداية القط اللي شعرها طويل في أوروبا، وما أخذت وقت كثير لحتى وصلت بريطانيا ووصلت لكل العالم بعدها. القط الفارسي اللي أخذه كان لونه رمادي، والقط الأنجورا التركي كان لونه أبيض. ومن هناك بلشت قصة القط الشيرازي. جيل ورا جيل تم تهجينهم، تغيير صفاتهم، وتغير تغيرت أشكالهم للقط الشيرازي اللي بنعرفه اليوم. طبعا بسبب هذا التنوع والتشكيل اللي صار في بين السلالتين وتداخلهم كمان في بعض، فصار صعب على الناس يميزوا بين القط الشيرازي، وصاروا يبلشوا يحطوا معايير لحتى يميزوا بين الشيرازي والأنجورا، وهل هذا القط شيرازي ولا لا. فبالنهاية وصلوا لقاعدتين رئيسيات. أول قاعدة هو طول الشعر. الشيرازي في عنده طولين للشعر، يعني القط الشيرازي زي كأنه عنده طبقتين للشعر، في طبقة قصيرة زي الصوف كثيفة جداً قريب من الجلد، وفي طبقة بتكون طويلة وناعمة بعيدة وطويلة كثير بعيدة عن الجلد طويلة. الطبقة السميكة القريب من الجلد تسقط عادة بفصل الصيف والأجواء الحارة، بينما الشعر الطويل بيظل موجود على طول السنة. بتميز كمان انه الشعر بيكون خفيف عند الأكتاف والأرجل، بعكس الأنجورا اللي يكون شعره طويل جدا عند الأكتاف وعند الأرجل. الطريقة الثانية عشان نميز بين الشيرازي والأنجورا هو انه الشيرازي وجهه مدور، بينما الأنجورا وجهه مثلث. الآن خلينا نحكي عن تهجين الشيرازي. تهجين الشيرازي بكثرة التعديل والتهجين اللي صار مع الشيرازي تغير شكله. فالشيرازي التقليدي الأصلي، واللي هو النوع الأول من الشيرازي، اللي كان أنفه طويل، اللي هو يمكن هو الموجود أكثر إشي في بلادنا. بينما الشيرازي اللي اليوم بيعتبروه هو الشيرازي، اللي هو الشيرازي الأصيل، هو الشيرازي النخبي المستوى الأعلى، اللي هو البيكي فيس. بيكي فيس اللي هو بيكون أفطس، اللي بيكون أنفه قصير جدا لدرجة انه انفه ما بتعدى حدود عيونه، يعني انفه وعيونه على مستوى واحد. حتى السي اف اي، وهذا الاشي عليه خلاف، يعني مثلا السي اف اي بتعتبر انه القط الشيرازي لازم تكون جبهته وعيونه وذقنه وانفه على استقامة واحدة، خط واحد. بينما في الاتحاد البريطاني بيعتبروا انه القط الشيرازي هو بيعتبروا انه لازم يكون جلد الانف تبع الشيرازي على خط واحد، خط افقي واحد مع الجزء السفلي من العيون. اختلافات كثير بالمعايير اللي بيعتمدوا عليها لحتى يحددوا الشيرازي من غيره، واذا كان اصيل ولا لا، واذا كان اصل نقي ولا لا. فالموضوع فيه عليه خلافات كثير، فما كثير تدققوا بصفات الشكل تبع الشيرازي. المهم انه يكون عنده هذا طبقتين من الشعر زي ما حكينا، ويكون عند الاكتاف شوي قصير، عند الارجل كمان شوي قصير، والوجه مدور. هاي بشكل عام هاي الصفات الرئيسية، وراح نحكي عن الصفات بشكل اكبر بالجزء الثاني من الحلقة. الان حكينا عن نوع الاساسيات من الشيرازي، حكينا الدول فيس، وفي كمان عندنا البيكي فيس. ولكن وقف الموضوع لحد هون؟ لا، بعد ما صار في عندنا الشيرازي البيكي فيس، بلشوا كمان يحاولوا يعدوا عليه ويعملوا سلالات اجمل. فمثلا لما خلطوا البيكي فيس مع السيامي عملوا سلالة اسمها الهيمالايا. الهيمالايا هو الهجين بيناتهم نسبة لأرنب الهيمالايا. أرنب الهيمالايا اللي بيطلع على وجهه وأرجله لون أسود،
وكذلك الشيرازي الهيمالايا بيكون فيه على وجهه وعلى ايديه لون اسود. وكمان طور من هاي السلالة سلالة جديدة اسمها الشوكليت. وعشان يمكن الموضوع بيضحك ولكن فعليا الموضوع كبير عند الناس اللي بتربي قطط. احنا بحكي عن المؤسسات العالمية اللي بتصنف القطط وتعمل عروض جمال القطط. فلما طلعت سلالة الهيمالايا صار عليها مشكلة مثلا انه في 84 CFA دخلت الهيمالايا، كان طبعا وقتها سلالة لحاله، دخلوه ضمن فئة الشيرازي. فصار مشكلة انه الناس اللي بتربي الشيرازي اللي بيور عندهم مشكلة مع فكرة الهيمالايا انه يدخل على مسابقات الجمال. الهيمالايا بتعرفوا في صفات يمكن الناس لانه نوع جديد فبيحبوه اكثر برغبوه اكثر، فمسابقات الجمال رح ياخد تقييمات اعلى. فصفى انه مظلومين الناس اللي بتربي الشيرازي اللي بيور، لهيك اعترضوا، ولهيك صار اليوم يدخل الشيرازي الهيمالايا بتصنيف تبر شيرازي ولكن بمسابقات الجمال بدخل مسابقة لوحده، والشيرازي اللي بيور بدخل مسابقة لوحده. طيب وما وقف الموضوع لحد هون، اخذوا الشيرازي اللي بيور وهجنوه مع الامريكان شورت هير، فطلع عنا الاكزوتيك شورت هير. هو نفس القط الشيرازي، نفس هدوءه، نفس طيابته، نفس وجهه المدور، ولكن شعره قصير. الاكزوتيك شورت هير ما بيختلف كثير عن الشيرازي غير في طول الشعر وانه وجهه مدور اكثر واكثر وكبير بيكون. بتميز كمان الاكزوتيك شورت هير بانه نهم جدا، بيحب الاكل كثير. النوع الثالث اللي تهجم من الشيرازي نتج عن طفرة بالصدفة، وصار في عندنا نوع اسمه توي او التيكب شيرازي، وهو شيرازي اللي حجمه صغير جدا جدا، يعني ممكن نحط بكفة الايد، وهذا الحجم القط البالغ يعني مش كتن، هو رح يضل الحجم صغير صغير طول حياته. ولكن هاي السلالة في عليها مشاكل كثير لأنه صحتها ما بتسمح لها تعيش فترة طويلة، بعضها بوصل بس كم شهر بعدها بموت. فلهيك هاي السلالة مش مشهورة كثير ومش معروفة كثير عالميا. والنوع الرابع اللي هو الشنشيلا، والشنشيلا هو لون مميز من الشيرازي، بيبتاز انه كمان في عنده انفه بيكون طويل، ولكن هو يعتبر بالنهاية شيرازي. الشنشيلا كثير ناس بتفضله لأنه صحياً وضعه أفضل بكثير من الشيرازي البيكي فيس العادي. الشنشيلا طبعاً كمان نسبة لحيوان الشنشيلا اللي هو لونه الرمادي هذا المميز اللي شايفينه أنتوا بالصورة. فهي أربع أنواع من الشيرازي أو هي تهجينات الشيرازي اللي صارت في العالم. الآن خلينا نحكي عن صفات الشيرازي. الشيرازي بشكل عام عنده ست صفات أساسية هي اللي بيعتمدوها CFA عشان يميزوا بين الشيرازي من غيره. لازم يكون الشيرازي زي ما حكينا عنده شعر طويل مكون من طبقتين، يكون أرجله قصيرة، لازم يكون وجهه مدور وكبير، لازم تكون الأذن عنده متباعدة عن بعض، ولازم يكون كمان عيونه واسعة وكبيرة. الصفة السادسة واللي هي تعتبر الصفة الرئيسية والمهمة جدا، الأنف القصير جدا. وهذا الأنف القصير جدا سبب مشاكل صحية كثير للقطط، رح نحكي عنها زي ما حكينا في الجزء الأخير من الحلقة. أما من ناحية صفاته، من ناحية التعامل وحركة في البيت، فالشيرازي كثير 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 كسول، ما بيحب يتحرك كثير، بفضل النوم على أي شيء ثاني في الحياة. نوع هادي جدا جدا جدا، ما إله صوت، ما بيحكي كثير، ما بمو كثير، والشيرازي حركته قليلة، يعني إذا إحنا ما لعبناه هو عنده استعداد يضل نايم ما يتحرك، وهذا الإشي بيعمل سمنة عند القط الشيرازي. وبالنسبة لكثير ناس بتربي شيرازي، يعتبر الشيرازي أليف جدا جدا مع الأطفال، مع أصحابه، مع الناس الغريبة كمان لطيف جدا، وعادة ممكن يرحب بالناس لما بيدخلوا على البيت. فبشكل عام هو أليف، بتكيف بسرعة مع أي بيت بينوجد فيه، حتى بالعيادات يعني الدكاترة ما بيغلبونا كثير الشيرازي لأنه ما بيخافوا كثير من الأماكن الجديدة. لكن في صفة مميزة بالشيرازي بتخلي البعض يتغلب معه، إنه كثير اختياري في الأكل، مش أي نوع أكل بيعجبه، وإذا أعجبه نوع ما بحب يغيره، ولما بنغير النوع بصير عنده مشاكل صحية. فالشيرازي موضوع الأكل بالنسبة له موضوع صعب كثير، فبحب يكون اختياري جدا في الأكل. لهيك دائما حلو إن نبلش مع الشيرازي ونعوده على نوع يكون جودته عالية وما نغير له إياه كثير، يعني نغير من طعم لطعم وبالتدريج. بالنسبة لألوان الشيرازي زي ما حكينا، الشيرازي ممكن يكون اي لون، مش مهم لونه، مهم الصفات اللي حكينا عنها اللي حددتها CFA. الان نيجي لطريقة اهتمامنا بالشيرازي. الشيرازي قطط بدها اهتمام وعناية جدا جدا، رح تاخذ من حياتنا من يومنا ساعة لساعتين، رقم شوي مبالغ فيه بس هو فعليا القطط الشيرازي بتحتاج هذا الوقت. ليش؟ لانه القطط الشيرازي بدها تمشيط يوميا على الاقل مرة واحدة، وهذا التمشيط ما بيقل عن 15 دقيقة تمشيط كل يوم. بدهم تمشيط بنوعين من الامشاط، مشط تكون اسنانه طويلة ومشط باسنان قصيرة.
كثيرة كمان، بيحتاجوا انهم يتحمموا على الاقل مرة في الشهر لانهم بوسخوا حالهم كثير بسبب شعرهم الطويل. بدهم عناية خاصة بعيونهم، تنظيف الاماكن بين العيون والانف، وهي ممكن توصل ثلاث او اربع مرات يوميا. بدهم كمان يهتم باسنانهم لانه فكهم كمان قصير، فاسنانهم معرضة جدا انه يصير عندها تلف والتهابات. نهتم بجلدهم لانه بسبب شعرهم الطويل احيانا ما بننتبه لمشاكلهم الجلدية بشكل مبكر. بدنا كمان نهتم بأذنهم لأن أذنهم تكون مليانة شعر، فأحيانا الناس ما تنتبه إن الأذن ممكن تكون متسخة، ممكن يكون فيها حشرات، ممكن يكون فيها كثير أشياء، هم مش منتبهين لأذن الشرازي. نهتم لشغلة كثير ناس تغفل عنها، إنه القط الشرازي ما بيطلع برا البيت. القط الشرازي لما يطلع برا البيت أي بس ممكن يجي يضرب، ممكن يأذيه، ممكن يعمل له أي شيء، وبسهولة جدا ممكن أي إنسان يحبه وياخده. والشرازي ما عنده مانع انه اي انسان ياخده معه لانه هو زي ما حكينا اليف ودود جدا مع الكل. الان الجزء الاخير من الحلقة وهو صحة القط الشرازي. القط الشرازي للأسف من ناحية صحية فهو سيء. من ناحية صحية القط الشرازي شركات التأمين على حياته على صحته بتحدد عمره بين 7 ل 12.5 سنة، وبالنادر لحتى يعيش القط الشرازي اكثر من هيك. وهلا راح نحكي الاسباب. القط الشرازي بسبب شكله الغريب صار عنده مشاكل صحية غير عن بقية القطط. القط الشرازي بيعاني من امراض العيون، بيعاني من امراض الجلدية، وبيعاني من الامراض التنفسية. معرض جدا انه يصير معاه هاي الامراض. وغير هيك ففي كثير حوادث ممكن تصير معه، مثل الانتروبيان. الانتروبيان هو انه شعر الرمش يصير يدخل لجوا العين، فبتصير القطة كل ما بتسكر عينها وتفتح شعر الرمش بحف العين وبجرحها وبسبب التهابات. ممكن كمان يصير عنده تسكير في قنوات الدمع او انها ما تكون موجودة اساسا، وعشان هيك بتصير الدمع كثير والدموع هتنزل بين العيون والخد وتجمع الاوساخ في هذه المنطقة، وبعد هيك يصير عندها التهابات جلدية وينصبغ لون الشعر اللي بهذه المنطقة وما تروح يصبغ غير بعد ما يتبدل الشعر نفسه. من الحالات المرضية ممكن تصير معه التريكياسز كمان، شعر الرمش اللي بيدخل جوا العين وشعر الانف والوجه اللي بيدخل جوا العين، وهذا كمان بيعمل التهابات في العين وبيعمل مصايب. كمان مميز عند القط الشرازي هو الديستوكيا عصر الولادي. نسبة عالية من قط الشرازي بيصير معها مشاكل وعسر ولادي، ونسبة عالية أيضا بيصير عندها إجهاض. إحنا بنحكي عن نسبة تتراوح بين 16-22%، يعني ممكن نحكي إنه بين 5 قطط شرازي حامل واحدة منهم راح تجهض. والمصيبة الأكبر إنه حتى بعد ما تولد نسبة الوفاة بمواليد الشرازي، يعني لو قطة شرازي ولدت ثلث المواليد ممكن يموت، وهذا شيء طبيعي جدا لأنه كثير عندهم مشاكل في الجينات. وبدنا نحكي أكثر، فأكبر مصيبة بتصير مع القط الشرازي هي إنها تكون حاملة لمرض البوليسيستيك كيدني ديزيز. البوليسيستيك كيدني ديزيز هو مرض بصيب الكلى، بيعمل تكون أكياس مي داخل الكلى وبيؤدي لفشل كلوي وموت البسة. البوليسيستيك كيدني ديزيز احتمالية حدوثه مع القط الشرازي تتراوح بين 36-49%، يعني ممكن نحكي إنه بين كل 3 قطط شرازي واحدة منهم هذا المرض على الأقل. ممكن يكون نص العدد عنده هذا المرض. هذا المرض بيظهر بعد عمر 3 سنين. ممكن يبلش هذا المرض مع عمر 3 سنين وبيظهر على الأكيد بعد عمر 7 سنين. وزي ما حكينا نسبة عالية من القطط، احنا نحكي عن نسبة ممكن توصل ل 49% تقريبا النص، من الأمراض الشائعة عند القطط الأمراض الوراثية الهايبرتروفيك كارديوميوباثي، وهو مرض بصيب القلب وبصيب نسبة 6.5 من القطط الشرازي. يعني لو عنا 100 قطة شرازي 6 منهم راح يكون معاهم هذا المرض. عشان هيك اليوم العالم بيروحوا بيشتروا قطط شرازي بيطلبوا معهم فحص DNA عشان يتأكدوا ان القطة الشرازي اللي راح يشتروها ما معها هذول المرضين الجينيات، لان هاي الامراض وراثية بتكون موجودة في DNA تبع القطة. طبعا هذا الحكي مش موجود عندنا في بلاد العربية لانه ما في عندنا اختبارات تفحص DNA للبشر لحتى تفحص للقطط. واذا فاكرين انه قائمة الامراض اللي بتصيب القطة الشرازي وقفت لحد هون، فالقائمة طويلة عريضة، ولكن انا ذكرت الأشياء الأكثر شيوعا، ولكن زي ما حكيت فالقائمة طويلة جدا في الأمراض اللي ممكن تصيب القطط الشرازي. رغم من هيك مش عم بخوفكم من إنكم يكون عندكم قط شرازي، ولكن حلو إنه يكون عندنا وعي ومعرفة بالمشاكل الموجودة مع الشرازي. برجع بأكد إن قط الشرازي فيه له روتين بالاهتمام، لازم ننظف عيونه 3-4 مرات في اليوم، حمام أقل شيء مرة واحدة بالشهر، تمشيط يومي إجباري مرة أو مرتين مدة ربع ساعة لكل مرة، والأهم من هيك كلياته هو الحلاقة، لازم نحلق له.
شعراته على الأقل مرة واحدة بالسنة، لأنهم كثير معرضين إنه يصير عندهم تكتلات شعر. هذا كان كل شيء بحلقتنا اليوم عن القط الشرازي، بتمنى أن تكون الحلقة مفيدة. أنا عارف أنها طولت كثير، ولكن هذا كله عشان يحتوي أكبر قدر ممكن من المعلومات عن القط الشرازي. هذا كان كل شيء. السلام عليكم.